الشوكيس هو منصة لاكتشاف المواهب في مصر وفي الدول الأفريقية. عندنا طبعا أنا بحب أن أنا أكتشف مواهب في مصر بلدي، فتخيل أن أنت عندك عدد كبير من المواهب المصرية محترفة بدري برا، بتتكلم لغتهم، بيتعلموا لغة من صغرهم، بيتعودوا على الثقافة الجديدة، بيفهموا تكتيكيا التدريبات الماشية إزاي. لما يبقى عندك عدد كبير من اللعيبة دي، النتائج هتقدر تشوفه في منتخب مصر. ما كنتش متوقع أبدا أن الإيفنت يحصل، لأن أنا اتفاجأت قبل أسبوع ببداية الإيفنت أن أنا هكون مشارك فيه، بس عم أسلم للفضل عليا بعد ربنا أكيد دعاني للإيفنت، والحمد لله جهزت نفسي بدنيا واشتغلت على نفسي كتير لحد ما قدرت أثبت نفسي، وإن شاء الله أطلع فترة معايشة مع ريال أوفيدو، وإن شاء الله تكون تجربة كويسة وأقدر أستفاد منها وتكون بداية مشوار احترافي بإذن الله. بص احنا على الارض النهارده فعلا طلع منها كوادر فعلا، وفي اتنين مصريين اهو الحمد لله ربنا كرمهم، واحد راح اوفيدو والتاني راح ريال بيتيس، فرقه في الدرجه الاولى ما فيهاش كلام، فالموضوع حقيقي فعلا وتنفذ على الارض، وهي فرصه ما تتكررش وما حصلتش قبل كده في مصر انه تقدر تجيب 7 نوادي برؤساء قطاعات الناشئين بتاعتهم بالكشافين بتوعهم على الارض هنا عشان يشوفوا اللعيبه المصريين. انت النهارده لو حبيت تعملها وتطلع حد بره يعمل اللفه دي قدام 7 نوادي مش عارف يعملها، مستحيل. فانت عم تديت فرصه غير طبيعيه، واحنا عندنا في مصر هنا مواهب بعدد غير طبيعي، بس مش لاقيه لا المكان ولا الفرصه ولا الوقت المناسب ان هم يتحطوا قدام مناسبه يقدروا ياخدوهم يطلعوا بيهم بره. الفوائد والعوائد، اولا يعني كبار المستكشفين السكاوترز او اللي بيعملوا انتقاء وكشافين يعني، وكمان الانديه الاسبانيه والاعلام الاسباني جم شافوا وعندهم ثقه في المواهب المصريه، وكمان جبناهم في العاصمة الإدارية الجديدة، احنا موجودين يعني في أحد معالم الفنادق الكبيرة الفندق الماسا، وبيتمرنوا في نادي النادي أو المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية. دي كمان رسالة احنا يعني عملناها وحبينا نعملها. لكن المهم ان في 2 من مصر تم توقيع عقود ليهم في الدوري الأسباني، يعني ده الهدف بقى اللي احنا بنتكلم عليه علشان يعني يرجعوا تاني لمنتخباتنا. ففي ادم من بيراميدز وفي اسلام من المقاولين العرب، ودي حاجه كويسه جدا. وعلى فكره لما خرجت معاهم وسالت شريف يعني والنظامين، هو الولاد ما يعرفوش يعني الانتقاء بتاعهم او الاسم، خلاص الكشافين والانديه اختارت فكله قاعد خدوا اللي خدوهم. فعندنا 2 من النسبه اللي موجوده، ده يعني حاجه يعني كويسه جدا، وحققنا الهدف بتاعنا.